اندرويد برضه موقع مهم، موبايل من الحاجات المهمة جدا. وولترز فلاور برضه وكل فرع عشان البطاريات والحسابات والناس اللي جوه الرياضيات والكلام ده، كل الحاجات الموجودة على الايه. طيب انا خلاص عندي عرفنا عملنا براوزنج كده للحاجات اللي موجوده كلها في الموقع، وانا اقعد في البيت كده الحاجات اللي انا عايز ادور فيها تخصصي. لازم تاخد مني في اول حاجه طيب عشان اتعرف على الحاجات، مش هقدر اي ندوه او ورشه عمل اعرفك على كل حاجه في الموقع. الموقع الوحيد اللي عايزه ايه؟ يوم طبعا انت مع الوقت ومع الشغل تخش على الحاجات اللي انت عايزها. طيب احنا انا كباحث عايز اعمل بحث من جديد زيرو بوينت، ابتدي لازم اتعرف على حاجه اسمها نولج سايت. ايه هي النولج سايت؟ لازم ان انا اتعرف عليها عشان اقدر اعمل او بيلدنج للايه؟ حسب قلناها كده. أول حاجة ديسكفر، أدور زي ما احنا بنقول كده، بقعد أدور في الإيه؟ المراجع. من خلال إيه بقى؟ سكوبس. سكوبس ده مهم جدا هنعرفه، تمام؟ وبعدين أعمل بيلدينج أب للريدنج ليست بتاعتي عن طريق ساند دايركت. ساند دايركت وأكتب أنا عايز إيه؟ دلوقتي يطلع لي ايه؟ ليست، اعملها فلتريشن لحد ما اوصل للحجم. بعد كده بعمل سايت في المندري. المندري اللي هو ريفرنس مانجر، عشان ارتب الريفرنس يبقى حسب اللي انا عايزه. هنعرف ازاي. بعد كده بعمل اوثري، افتح ورد كده وابتدي اكتب بقى وادخل من المندري وادخل من، وبعدين اعمل سايتيشن او ناشر للبحث. خش هنا على خش على السيرش بتاعي في المبحث عن طريق دوكيومنتس او اوثرز او انفورميشنز او ادفانس اللي هو علاقه الفن. نختار مثلا حد يستلم مجال بحثي. اي حد عنده مجال بحثي يقول لي لا كبيره قوي. هيومانيتس زي مجال بحثي. بعدين تو ميوتيشن ماركس عشان يتعامل معاها كورد واحد. ورد واحد كلمة ورد كنترول ما تطلعش فيها الا سنة 91 بحث واحد. تعامل معاك ورد واحد. عملنا بين تو كوتيشن ماركس، هنشيل الكوتيشن ماركس هنوسع الايه؟ العمل نفسه. تمام؟ سبير
تكون أصعب هي اللي عملت الإيه؟ تقريباً اللي عملت الخطأ. ده كان أعلى حجم،
الشندليات اللي هو الاحمر ده، مش كده؟ لان انا عرفت الحاجات المهمه او الجرس المهمه بتاعتي للفوتشر في اللي انا عايزه، تمام؟ فانا ابتدي في السايكل بتاعتي. الجزء بتاع ديسكفر عرفت اسبوع اسال لي كذا وكذا، الجلده بتاعتك كذا، الموضوع بتاعك ايه، وعرفت كل حاجه عن الموضوع، وممكن اعرف كمان الاسبوبس ايه الافليشنز. يعني لو جيت هنا تعالى ممكن اعرف انا عارف، تمام؟ عارف فلان ده وده، تمام؟ ممكن اعرف كمان الافلييشن اعلى جامعه او انستيتيوت بنشوف في هذا الايه؟ في هذا المجال. جايب هنا ايه؟ الافلييشن. ممكن اعرف الكانتري، عشان لو انا عايز اعمل منحه او اعمل تاج او اعمل اي شيء من هذا المجال، اراسل اختلافه واعرف بالظبط اعلى منطقه بتنشر واعلى جامعه من خلال هذا الايه؟ تمام؟ ده في المجال البيولوجيكال ايه؟ بعد كده انا عرفت وحددت كل حاجه، ابتدي اعمل ايه؟ يعني بقول بيلتنج اب الريفرنس ليست بتاعتي. اعمل بيلتنج اب عن طريق ايه؟ ساينس لايك بوش اسين دايركت. عندي ممكن على طول اخص وانشر مباشره او اسوي ابحث مباشره او اعمل ادفانس سيرش تاني او اخش مباشره هنا واكتب الكلمه اللي انا ايه اللي انا عايزها، تمام؟ اعرف على الصفحه الجزء الثاني هنا في الفيزيكال ساينسز اند انجينيرنج لايف ساينسز، كل هذه المجالات موجوده ده. اكتب هنا بقى الوورد اللي انا عايزه. بايولوجيكال بعمل سيرش هجيب لي الارتكلز كلها بتاع كلمه بايولوجيكال، ممكن كلمه بايولوجيكال الواحده الوورد واحد كلمة واحدة، تمام؟ عندي 2018 في 2 كيلو متر بحث، 2017 في كذا، 2015 طبعا عدد كبير جدا من الايه؟ الابحاث بتاعتي. هنا ممكن انزل فول تكست على طول بي دي اف، تمام؟ هنا البوكس او ريليتد بوك لهذا الموضوع بتاعي. الناحية اللي على اليمين كل الكتب اللي بتشتغل في البيولوجيكال كتب ولها علاقة بالبيولوجيكال كتب. طيب أنا ممكن أعمل فلتريشن بقى عشان أعرف العدد، طالع عندي كام؟ دول مليون دول ولا إيه؟ صح؟ طيب أو أنا جاي هنا واحد أول 2017، تمام؟ وأقول ماضي
application titles for chemical and biophysical research, communication, biological, data, or FBB letters, or render, or the research, which more subject, had the biosource, biomaterials, two sphere, مثلا ايه؟ واحدة وخلاص. نون كيميكال فارماكولوجي. تمام؟ توبكس. كونسنت تايب. هل في جورنالز ولا في بوكس ولا ريفرنس ويب اختار جورنالز واعمل ابلاي للفيلترز وبرضه احنا مختارين حاجه عامه جدا يعني كلمه عامه جدا يعني متواجد في اي ايه في اي عشان كده طلع عندي عامل طب لما عملنا كده حدد لي عندي تو ليزر فقط أو articles اللي هي عبارة عن